جيبوا اي مشروب صحي مفضل عندكم، اشربوه انتوا عم تسمعوا الفيديو، لانه الفيديو فيه حكي كتير هيك حكي ممكن يفيدكم، لانه عن تجارب شخصيه. كمان رح يكون هذا الفيديو عباره عن يوم صحي كامل من الصبح لليل، ويلا خليكم معي. حابه بهالفيديو نحكي وندردش عن شويه شغلات غير الصحه والدايت، وشو الاشياء اللي ممكن تعملوها لحتى تعيشوا يوم صحي كامل وتخسروا الوزن باسرع وقت ان شاء الله. حابه بالاول احكي عن موضوع الصحيان الصبح. بصراحه انا كتير عندي مشاكل بموضوع الصحيان، انه بدري يعني بكير كتير، مثلا 7 ولا 8، بحب كتير وبعشق اني فيه وهيك طلع على الشمس وهي عم تشرق وكذا، بس عن جد ظروف الحياه ما بتخلي الواحد يعمل هيك، الاطفال والمسؤوليات وما بعرف كيف، يعني كمان النت وهالشغلات. فيعني للاسف انه انا كتير مخربط نهاري، بس مو انه بنام الصبح وبصحى بالليل، لا، بس انه بتاخر بالفيق الصبح احيانا، هيك بيكون متفاوت. فاليوم يلي بصحى فيه بكير بصراحه بنجز فيه، بصور وبيعمل شغلات كتيرة، هيك بعمل اكل هيك طيب لاولادي وبطبخ وبعمل كل شيء، بحس انه اليوم صار عباره عن يومين مو يوم واحد. خليني احكي لكم هيك عن هاي العاده اللي انا حكيت عنها كتير، هي عصره الليمون على كاسه المي الكبيره. لو فقتوا الصبح مثلا هيك الساعه 7 ولا 8، بجيبوا كاسه كبيره، حتى لو جبتوا قنينه كبيره وعصرتوا عليها ليمونه، ضليتوا هيك ساعتين عم تتمزمسوا فيها وتشربوا، رح عن جد تفرق معكم كتير. اول شيء رح تحسوا بالانتعاش، لانه الليمون بصراحه اكثر شيء منعش بالدنيا، هو والنعناع. من عادة انه الليمون بيحفز حرق الدهون بالجسم وبيحسن الهضم، الناس اللي عندها مشاكل بالمعده ما تكتر من الليمون ابدا. كمان فنجان القهوه يلي لا غنى عنه، يلي بيحسسنا هيك بالروقان، خاصه قبل ما بيفوق الاولاد. يعني انا بحب اشرب قهوتي قبل ما بيفوق اولادي، لانه مجرد انه فاقوا خلاص بصير متطلبات والتزامات والطبخه وما بعرف شو، فلا بحب هيك اني اشربها على رواق لحتى ابدا يومي. طبعا هذا الحكي لما في الصبح، بينما لما اتاخر بالنوم وفي هيك مع اولادي فبصراحه بحس اليوم كتير بيكون مخربط. هلا لو كنتوا عاملين صيام متقطع خلصت ساعات الصيام، فما بيمنع انه مع فنجان القهوه بتاخذوا 20 جرام من الدارك شوكولات، الشوكولا الداكنه، او تاخذوا من الشوكولا العاديه عادي، يعني 20 جرام هيك جرعه سعاده بتعطيكم اياها الشوكولا بتكملوا فيها اليوم، فما بيأثر. بس بننتبه على اكلنا طول اليوم، ما انه خلاص ناكل شوكولا بعدين العصر ناكل حلويات، لا، اذا بدكم تاكلوا حلويات فخلاص بتكون هي يعني كميتكم المخصصه من بدايه اليوم. تمام، وصلت النقطه هي؟ فيا رب هيك الله يديم علي نعمه اني عم فيق الصبح. يعني هلا عدلت روتيني ان شاء الله بستمر. بعدين بلش وقت الفطور، طبعا انا بفطر ولادي بعدين بعمل فطوري لحالي، بهالوقت زوجي بيكون بالشغل. بالنسبه للبنات عادي اعملوا اكلكم لحالكم اذا انتم متبعين نظام غذائي، او اذا بتحبوا هيك انه تاكلوا مع اهلكم فحاولوا انه تحطوا اصنافكم يلي انتم بدكم اياها مع السفره، يعني مع سفره الاهل. تمام، فطورنا لليوم صراحه كتير منعش ولذيذ ومشبع كتير افوكادو. شوفوا هلا بالنسبه للافوكادو باغلب المناطق بيكون غالي الثمن، فانا بشتريه باوقات معينه او خلينا نقول بفترات متباعده من الزمن. طبعا هو بيخرب بسرعه، يعني بيصير اسود قلبه وكذا هيك بسرعه، فشو اعمل؟ يعني اطبخه باسرع وقت ممكن، خلال يوم او يومين لازم اكون مخلصته. فانا اليوم استخدمت الافوكادو بالوجبتين، يعني جبت نص حبه افوكادو مع حبه موز وحطيت عليهم شويه حليب وخفقتهم بالخلاط، صار عندي مشروب يعني سموذي كتير لذيذ. لانه الافوكادو فيه سعرات عاليه كتير فحبيت اقلل بالاشياء الثانيه، اخذت مو زبده الفول السوداني، هي اسمها زبده المكسرات، كمان غنيه كتير بالبروتين والدهون الصحيه، رشيت عليها حبه البركه ودهنت هيك فوق التوست، كمان هيك اخذت حبتين خيار مشان شويه الياف. فهذا كان الفطور، خليته سمبل، بس لا تنسوا انه الافوكادو سعراته عاليه، فاخذت نص حبه افوكادو. بالنسبه المي في طريقه كتير حلوه بصراحه عجبتني وحسيت انه عم تنجز معي وعم حس اني عم اشرب مي بطريقه حلوه بهي الطريقه. العلب الصغار هدول بنشتريهم برا لما نطلع مثلا بالحديقه ولا نطلع نمشي ولا نشتريهم للاولاد للمدرسه، فكل ما بيفضوا معكم عبون حطوهم بالبراد وطلعوا هون واحده ورا الثانيه، 9500 ملي يعني نص لتر، يعني ممتازين جدا. وبصراحه هي العلبه لما بتشربوها بتحسوا حالكم بتخلصوها بسرعه كانه عم تشربوا كاسه، بيكون 5 علب أو 6 علب من هدول باليوم كافيين. بالنسبه للمشروب يلي بين الفطور والغداء هيك بيكون تقريبا عند الساعه 12 وحده، بما انه فانا بكير يعني عند الساعه 1 اخذت مشروب الكركديه. في ناس بيشربوه ساخن، في ناس بيشربوه بارد، انا هون شربته ساخن، جبت مي ساخن بنحطهم هيك شي ربع ساعه مع بعضهم بنخليهم على جنب وبعدين بنصفي الاعشاب ايا كانت، يعني كركديه او غير شيء، وبعدين بنشربه منعش ولذيذ. وكثير الكركديه مفيد، فوائده كثيره ان شاء الله هيك شي فيديو بحكي لكم عن فوائده بالتفصيل. بالنسبه للغداء جبت اول شيء بروكلي، البروكلي انا على
على فكرة يعني اكتشفته مؤخرا بحياتي، ما كنت أعرفه أنا وصغيرة، بس لما انتقلت على غير مدينة ودقته وفوائده رهيبة صرت استخدمه. حطيت بروكلي، هذا مجمد، أنا بشتري مجمد، ولو متاح إنه يكون فريش بشتري كمان فريش. شويته بالفرن أو بتحطوه بالقلاية الهوائية إذا عندكم. جبت كيس مجمد ما أخذته كله، أخذته نصه، رشيت عليه شوي من زبدة أو زيت الزيتون، تحطوه بالفرن وبتخلوه شغلة 10 دقايق ربع ساعة هيك لحتى يسيح الآيس من عليه، وبيصير بصراحة كأنه فريش. بعدين جبت حبة بطاطا، حبة البطاطا رح تكون عندي النشويات اليوم، ما رح ناخذ خبز أو رز، لا رح ناخذ حبة بطاطا مسلوقة هيك بتكون متوسطة، ما أنا كبيرة ولا صغيرة، بقطعها هيك لمكعبات صغار وضفت على البروكلي اللي شويته. بعدين حطيت بندوراية قطعتها هيك مكعبات كمان ضفتها، وحطيت علبة فول مع حمص، هدول رح يكونوا البروتين معي، يعني ما رح استخدم لحوم ولا صدر دجاج ولا أي شيء. شوفوا قديش اقتصادي هالطبق ولذيذ قد ما تتخيلوا. بعدين جبت نص حبة فلفل أخضر، شرحتها هيك مدوائر ومثل ما بنحطها على البيتزا، وهيك حطيتها. طبعا فيكم تصغروا أو تكبروا الكميات مثل ما بدكم، أنا عم أحكي لكم الشيء اللي أنا مفضل عندي أو هيك بحب إني أغير روتين كل فترة. بعدين جبت حبة الأفوكادو مثل ما قلت لكم، وهرست فوقيها سنين من الثوم، عصرت عليها عصرة ليمون مع رشة ملح مع معلقة زيت زيتون، وضلني هيك اهرس فيهم لحتى يتشكل عندي سائل، هذا السائل رح يكون هو الصوص يلي رح احطه على السلطة يلي عملتها. فيني اقول انها سلطة، يعني فيها خضار وفيها بروتين وفيها نشويات، فيكم تقولوا كمان انه هو طبق متكامل، يعني فيه كل شيء، الياف، بروتين، نشويات، كل شيء، دهون صحية من الافوكادو. بصراحة هالطبق كتير رهيب. اشربوا شوية مي قبل ما تبدأوا بالاكل مشان ما تاكلوا كتير، وبصراحة الكمية هون عندي كبيرة، يعني الطبق هذا كبير، فما بنصحكم تاكلوا كلياته، لا كلوا نصه، خب بالنص الثاني لليوم الثاني، يعني فيكم تقولوا انه نص حبه افوكادو الصبح ونص حبه افوكادو على الغداء، صاروا حبه. الحبه تقريبا فيها شيء 300 سعره الى 400 سعره، والحبه الكبيره من الافوكادو فيها 700 سعره، تخيلوا قديش الافوكادو فيه سعرات حراريه، فانتبهوا منه، فيعتبر اليوم سعراته الحراريه كتير مناسبه. طبق الغداء كان لذيذ كتير، خاصه صوص الافوكادو يعني عامل شغل رهيب. ما انه الطبق هيك سلطه وشغلات هيك مشكله، ففيكم يعني تتسلوا وتتفرجوا على التلفزيون او تتفرجوا على الجوال، مع اني انا ضد انه تاكلوا وتتفرجوا على التلفزيون، بس لو حابين تتسلوا انتوا عم تاكلوا طبق مثل هاد، خاصة الاطباق يلي فيها قطع هيك بتاكلوها قطعة ورا قطعة، بس ما تتعودوا تعملوا هذا الشيء دائما، لانه هذا الشيء كتير مضر وكتير بيأثر على اكلكم، يعني بتاكلوا بكمية اكبر وانتوا ما كن حاسين على حالكم. الحركة شيء ضروري واساسي بعملية انقاص الوزن، انا ما بدي منكم تعملوا كل يوم كارديو نص ساعة ولا ساعة ولا 40 دقيقة، لانه هذا الشيء ثقيل على النفس. انا اللي بدي اياه منكم كل يوم تتمشوا شوي 10 دقائق، نطوا مع أولادكم بالبيت، العبوا معهم، حاولوا تتحركوا حركات عشوائية بحيث انه تعودوا جسمكم على الحركة وما تستمرقوا القعدة وقلة الحركة والخمول. انا عن جد مبسوطة انه عم احكي معكم، انه صار عندي عيلة احكي لكل شيء هيك بقلبي وشاركة تجاربي. هي كانت اطباق لليوم وفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، حطوا لي لايك واشتركوا بالقناة، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.